أهلا بكل حضراتكم في تغطية جديدة هنتابع فيها توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث يشهد اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. ولمزيد من التفاصيل معنا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا بيكي يا استاذه منى، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. اهلا بحضرتك مره تانية يا دكتور، وفي البدايه عاوز اعرف منك تفاصيل حاله الطقس اليوم. احنا طبعا يمكن بدانا نشهد حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. صحيح. اليوم كمان هيكون في ارتفاعات مؤقته وطفيفه تقيا من درجات الحراره بمعدل من 2 لـ3 درجات في معظم محافظات الجمهوريه. اليوم العظمى المتوقعه على القاهره الكبرى تكون 27 درجه مئويه، لان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، الكتل دي مرتفعه في درجات حرارتها، كمان بنتاثر في طبقات الجو العليا بامتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، فده هيساعد على ارتفاع درجات الحراره، كمان المرتفع الجوي بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض وايضا الملوثات في طبقه قريبه من سطح الارض، فبالتالي احساسنا بالطقس خلال فتره النهار طقس خريفي معتدل تماما ودافي على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، طقس مائل للحراره الى حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء داخل فترات النهار وتحديدا بيكون في فتره الظهيره. فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن الانخفاض ده محسوس اكثر في فترات الليل المتاخره اللي هي فترات الفجر وفتره الصباح الباكر، الى وقت دي درجات الحراره الصغرى بتنخفض بشكل كبير. بتوصل على القاهرة الكبرى ل 16 درجة مئوية، المدن الجديدة بتكون أقل من كده، الأماكن الموجودة في شمال الصعيد أحيانا بتوصل ل 12 درجة مئوية، فبالتالي فترات الليل فيها أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة بشكل كبير. بالإضافة كمان اليوم متوقع أن يكون في بعض الأتربة والشوائب العالقة في سماء القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد. الأتربة العالقة دي ممكن تؤدي لانخفاض طفيف في رؤية افقية فترات النهار، لكن مش هتأثر تماما على حركة المرور ومش هتأثر على أي أعمال أنشطة يومية. كمان اليوم متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من مدينتي حلايب وشلاتين، أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، لكن هي فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة مش هتأثر تماما أيضا على أي أعمال أنشطة يومية. الأحوال الجوية شبه مستقرة اليوم بشكل كبير، وفقط ان احنا هنبدا نحس بارتفاع قيم درجه الحراره. طيب قولي لي يا دكتور، هذه الاجواء الخريفيه مكمله معانا لحد امتى؟ يعني امتى نرجع تاني نحس ونشعر بالجو الساقع؟ احنا طبعا لسه مكملين كمان غدا السبت ان شاء الله في الارتفاعات المؤقته في قيم درجات الحراره، يعني احنا عندنا ارتفاع مؤقت اليوم وغدا السبت ان شاء الله، وغدا متوقع عظمى على القاهره الكبرى هتكون 28 درجه مئويه، لكن غدا هيكون في بعض التقلبات الجويه اللي هي اهمها نشاط الرياح، لان غدا متوقع ان يكون في سرعات رياح في معظم المحافظات تتجاوز ال 40 كيلو متر على الساعه، وهي كتل هوائيه جنوبيه قادمه من الصحراء الغربيه، فبالتالي هتكون مثيره للرمال والاتربه، فغدا السبت هيكون في نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه واللي ممكن يؤدي لانخفاض في مستوى الرؤيه الافقيه على الطرق وخاصه الطرق الصحراويه. مع يوم الحد تبدا تاني درجات الحراره تنخفض تعود للمعدلات، يبقى في منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، فهتبقى في يعني فرص الامطار هتعود على المناطق الساحليه باعتبارا من يوم الحد ان شاء الله، فرص امطار على المناطق الساحليه وشمال الوجه البحري، درجات حراره تكون حول المعدلات منخفضه 24 ل 25 درجه مئويه، نشاط للرياح بتساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره، وكمان اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط، ده هيكون يوم السبت، يوم الاحد اسفه، يوم الاحد والاثنين ان شاء الله، وباقي ايام الاسبوع هيكون فيها استقرار لكن انخفاض قيم درجات الحراره لان الارتفاعات دي مؤقته اليوم وغدا باذن الله. طيب هل القاهره الكبرى يا فندم هتشهد امطار خلال الاسبوع القادم؟ يعني الى الان فرص الامطار هتنحصر فقط في السواحل الشماليه، شمال الوجه البحري، بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، ده هيكون يوم الاثنين، لكن ما فيش اي فرص للقاهره الكبرى خلال هذا الاسبوع، يعني فرص سقوط امطار، لكن برضه خلينا نقول ان القرايه الوارد يحصل فيها تغيير في اي وقت، لان فصل الخريف دايما بيحصل فيه تغيرات جويه في حاله الطقس،
لكن الى الان الخرائط لم يعني تشير لاي فرص لسقوط الامطار، ولو في طبعا احنا هنقول قبلها، لكن ما فيش اي فرص لسقوط الامطار. بس مهم الفتره اللي جايه دي ناخد بالنا، وخاصه مرضى الكتلات الصدريه والجيوم الانفيه لو احنا هنخرج لازم نستدعي اهتمامات، خاصه غدا السبت ان شاء الله. لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او في ساعات الليل المتاخر لازم نحط جاكيت معانا واحنا خارجين، لان فرق درجات الحراره مهم الليل يعني، وتغيير نوعيه الملابس بشكل كبير ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فيفضل ارتداء الملابس الشتويه الخفيفه على الاقل. وطبعا لازم المتابعه المستمره للنشرات الجويه في فصل الخريف، لانه هو فصل التقلبات الجويه الخارجيه. دكتوره منال غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لي. خليني أستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة اليوم. القاهرة العظمى فيها 27 درجة، أما الصغرى 18، الأسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، مطروح العظمى 27 والصغرى 17، أما سوهاج العظمى 27 والصغرى 13، إنا العظمى 28 والصغرى 15، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 درجة والصغرى 15. دي كانت تفاصيل حالة الطقس اليوم والفترة القادمة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة، كنت معكم أنا مناحي وإيطاليا.